من جهته أفاد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير في كلمة فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي بأن فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية منذ طرحه عام 2007 كحل واقعي تحت السيادة المغربية. السيد الرئيس، ترحب فرنسا باعتماد القرار الذي يجدد لعام ولاية المينوسو. أود أن ذكر بأن فرنسا تدعم بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمين العام. فارس زيارته الأخيرة للمنطقة والمشاورات التي قام بها كانت إيجابية. كما أرحب بجهود المينوسو التي تؤدي دورا أساسيا في استقرار المنطقة وتساهم في خلق الظروف المؤاتية لاستئناف العملية السياسية. نرحب أيضا باستئناف عمليات إعادة توريد مواقع المراقبة المينوسو في شرق الجدار الرملي في سبتمبر. ويجب ضمان أن هذه عمليات إعادة توريد هذه منتظمة، ويجب أيضا ضمان حرية تنقل المينوسو. نعرب عن قلقنا إذا انتهاكات وقف إطلاق النار، فالمسؤولون عن هذه الانتهاكات يعرضون الخطر وقف إطلاق النار. السيد الرئيس، نحن نؤيد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للأطراف بحسب قرارات مجلس الأمن. أذكر بالدعم التاريخي الواضح والثابت لفرنسا لخطة الحكم الذاتي من المغرب. فهذه الخطة موضوعة على الطاولة منذ 2007 وحان الوقت للانطلاق بها. نحن نشجع الأطراف على الانخراط في حل براغماتي وواقعي ودائم يستند إلى التسوية ويدعم الجهود للمبعوث الخاص وندعم جهود المبعوث الخاص.